السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل البداية المرجو الاشتراك بالقناة ووضع زر اللايك للفيديو حتى يصلكم كل ما هو جديد. تابع الفيديو حتى النهاية. لقي النجم الجزائري رياض محرز موجة إعجاب على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تألقه مع فريقه مانشستر سيتي أمام نظيره يونايتد في الجولة 28 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وذلك بعد تسجيله هدفين في الدقيقة 68 و90 من المقابلة. واعتبر إعلامي البين سبورت محمد الوضاحي بأن محرز بلغ مرحلة العالمية، حيث قال رياض محرز يثبت من مباراة لأخرى مع ناديه أنه بلغ مرحلة العالمية وبات ينافس كبار العالم. بهذه الفعالية وهذا الأداء وهذه الروح مع المحاربين ستكون حظوظنا كبيرة لبلوغ المونديال إن شاء الله.